ياسين يا ياسين، اهلا وسهلا مرزوق افندي. فين ساعه الفاشل؟ في الجنينه. طب خليهم يجيبوا لي اسبرينه وكوبايه ميه وحتى ابوك. ما شاء الله ابراهيم، اسبرينه وكوبايه ميه اوام. ايه الحكايه؟ حكايه؟ مصيبه كبيره، مصيبه سودة. يا ندمتي، جرى ايه؟ خبر ايه؟ ايه الحكايه مرزوق افندي؟ ليلى، ليلى بنت سعاده الباشا. مالها؟ جرى حاجه؟ طبت يا ستي، طبت. يا لهوي، طبت منين؟ ايه؟ من سلم؟ من شباك؟ لا لا، من عربيه؟ من حصان؟ طبت في الامتحان، في الامتحان. صوتي؟ ايوه يا ستي صوتي، تفضلوا الجرنان اهو. لا حول ولا قوه الا بالله. يا خساره تعبك يا ليلى، يا خساره سهرك يا ليلى. تعبك يا ليلى وسهرك يا ليلى ما كانش في الدروس، كان في اللعب والجري والنط والرقص والغنى وركوب الخيل والكلام الفارغ، نهايته هي بلوى والسلام. يا اخويا، ولا بلوى ولا حاجه بعد الشر من البلاوي. قال يا صياد رميت الشبكه. طلعت ضفدعه ما طلعتش سمكه. سمكه ايه؟ ايش جاب السمكه والضفدعه للامتحان؟ ما انت كمان يا مرزوق افندي مهولاتي ومهوشاتي على الفرق. ايه؟ نجحت ولا سقطت؟ يعني كان الباشا منتظر منها ايه؟ وظيفه؟ ما هي؟ ما هي هي هتفضل زي ما هي، يعني تخضنا وتحل ركابنا على الفاضي. عظيم، حس انها فارغه. اتفضل حضرتك وبلغ الخبر لسعاده الباشا. مين انا؟ طبعا في حد هنا اقرب للشا منك، فراش الخصوصي من 40 سنه، بتقلعه وتلبسه لك عليه وش. وش ده؟ انا وشي كان حيطير امبارح ساعه ما حدفني بالكوبايه اللي بس بلغته ان العمده اللي رشحه سعادته سقط في الانتخاب. اذا يبقى البركه فيك انت يا ست ما شاء الله. لا حضل يا سغاده بالله، ابعد عن ست ما شاء الله. ابعد ازاي؟ ده انت هنا الكل في الكل، ده دي ست ليلى. ما تكيفوش الا قهوتك، ما تروقوش الا ضحكتك، يبقى تبليغ الخبر شغلانه حضرتك. حضرتي ليه؟ تطلعوا يا رجاله من المواقع وسيبوها للمدخل يا خير. طب بس بس ما تكملوش الموال، انا هبلغه امري الى الله. طبعا تبلغه، مش حضرتك السكرتير بتاعه؟ اه سكرتير الهم والقهر. ومد الايد ده ب30 في الشهر. ده هو كاسود يا مرزوق افندي. استلقى وعدك يا مرزوق افندي. ده الباشا النهارده هيكسر دماغك يا مرزوق افندي. اسعد الله اوقاتك يا سعاده الباشا. انا جايب لسعادتك خبر انما. انما ايه؟ بطل؟ والله شوية كده سعادة الباشا. إذا اكتموا اكتموا أحسن، أنزل أكتم أنفاسك وأكسر رقبتك. حاضر يا فندم، سلام عليكم. أنت رايح فين يا راجل يا أبو غبي؟ استمعني هنا، بص لي فوق. والخبر ده عن مين؟ عن الهانم الصغيرة يا فندم. ليلى؟ أي نعم، هي ستي ليلى. هي إيه يعني إيه؟ سقطت في الامتحان. ده انت نهارك اسود وزي الحمر. انا برضه شايف كده يا سعاده الباشا. وصوتك في ايه؟ في اللغه العربيه. الله ينكد عليك يا وش المصايب يا عرب البين، الله ينكد عليك. حلمك يا سعاده الباشا، هو انا اللي كنت امتحنتها يعني. حلمي؟ انا نازل لك حالا، انا هنكد عليك. ده انت نهارك زي الحمر النهارده. الله الله، التفت باللغه العربيه يعني. باللغه العربيه، الله الله. الله الله، ما شاء الله، اللغة العربية، اللغة العربية يا راجل. المسألة بسيطة يا سعادة الباشا، عندها ملحق، هتنجح فيه إن شاء الله. هتنجح؟ هتنجح؟ إنش هتنجح إزاي يا راجل؟ قول لي فهمني، هتنجح إزاي؟ بس حلمك عليا يا سعادة الباشا، حلمك عليا. حلمي عليا، حلمي، اتفضل، اتفضل عني، كلم قول، اتفضل حلمي، اتفضل. إزاي صحت سعادتك النهاردة؟ أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، مالك أنت مالك صحتي يا راجل، اتكلم، اتكلم قول. حاضر، حاضر، بقى يا سعادة الباشا، المسألة إني أنا أعرف واحد مدرس، مدرس لغة عربية، إنما عظيم جدا، رجل كامل، اسمه الأستاذ حمام. حمام؟ أيوة يا فندم. حمام؟ تعرف سعادتك لو جبناه شهر واحد بس، دي مش هتنجح في اللغة العربية، دي هتشرب باللغة العربية، هتنام باللغة العربية، هتعيط باللغة العربية، هتعطس باللغة العربية. كويس خالص، اتفضل سيادتك، واوعى ترجع البيت هنا هو الا ومعاك الاستاذ فراخ بتاعك. الاستاذ حمام يا سعادة الباشا. فراخ حمام وزرته وانا حاجله. اتفضل قدام. يلا حاضر. يلا حاضر، اتفضل حاضر. وترجع هنا هو تدور عليا، انا فوق الشجر. يا فوق الشجرة دي، يا فوق الشجرة دي. بس يا بنت جوية، بص كملي انتي. ودخل الثعلب يحتال في كبريائه. بصي كويس، فتحي عينك. ودخل الثعلب يختال في كبريائه. اهو كده يختال، مش يحتال، يحتال يعني داخل ينصب.
انما يختاله يعني يسهو فخرا، يعني يمشي معجبا، يعني منفوخ، يعني فرحان بروحه قوي. انت فاهمه؟ ايوه يا فندي، يعني ماشي يتأمع. مظبوط، ماشي يتأمع. ولو نتأمع دي الفاظ طباخين، ما تأمعش الا البامية والفاصوليا، لكن ماشي يتأمع. أمعكم عفريت ازرق. اقعدي كملي انت. فتى فتملك غايط من الاسد. ايه؟ فتملك الغايط من الاسد. تملك الغايط؟ ايوه يا فندي، مكتوبه كده. مكتوب كده ازاي؟ تملك الغايط؟ في اسد في الدنيا بيملك غيط؟ ليه؟ اسد ايه؟ من اعيان؟ اسد صاحب اطيان؟ فتملك الغايط من الاسد. الغايط يعني الاسد كان هيفرقع على الغايط. بصي يا بنت انتوهية، حاجة على ايه؟ على خيبتكم السوداء؟ ايوه صحيح يا بنات، انت مقولة لك الادب. ايه ده؟ اتفضل يا استاذ، رايح الكرسي بتاعك. اتفضل. لا انا مبسوط كده، ثم انا ما كلفتكيش تشتميهم على لساني. انت اللي قللت الادب. اقعدي. لا كده. اقعدي. حاضر. كملي انت. فتملك الغيظ من الاسد وقال له، لكن يا فندم. نعم، ايه تاني؟ هو الاسد بيتكلم؟ ما بيتكلمش، لكن وزارة المعارف عايزاه يتكلم. الاسد بيتكلم. اقعدي. خلاص خليه يتكلم. كملي انت. فتملك الغيظ من الاسد وقال له يا ابله. ابله؟ الاسد قال للثعلب يا ابله؟ مكتوب كده والله. الله يقصف عمرك، يا ابله يا هني يا حمار يا مغفل، مش يا ابله. وعند الحيوانات يا ابله وتيتا وحمبل وطنط. اقعدي يا ابله. كملي انت. فتملك الغيظ من الاسد وقال له يا أبلة ويلك ويلك ويلك. بصي يا حسن، أطيح فيكم أدبحكم واحدة واحدة. ويلك إيه يا بنت؟ ويلك ويلك يعني نهارك أسود يا ثعلب، نهارك منيل يا ثعلب. زي النهار أسود ومنيل معاكم. إيه دي؟ ده حاجة الناس بعتها لحضرتك. بعتها لحضرتي؟ ليه؟ عشان إيه؟ حضرتك سيدي يا استاذ حمام. تعالوا يا استاذ حمام، انا كنت فايت بره وسمعت اللخبطه البطاله في المطالعه بتاعتك دي. بصراحه انا مش مبسوط ابدا. واحده واحده يا حاج الناظر، كتر خير الدنيا. انا استلمتهم عدمانين قوي، دول ما كانوش بينطقوا عربي خالص، دول كانوا زي اولاد الاعوام. لا لا لا، انا عاوز نتيجه احسن من كده. اتفضل استمر في الدرس بتاعك. حاضر يا فندم. قال له ويلك. كملي. قال له ويلك يا استاذ حمام. يا فندم ايه العلبه دي؟ يا فندم دي العلبه اللي سعادتك بعتها لي. انا بعتها لك ليه؟ غاويك قوي بهديك بعلب؟ يا فندم العفو، هما البنات اللي قالوا لي كده. الفصل كله حبس 3 ايام ومن غيرك. بس ثم لازم البنت الملعونه اللي عملت الفصل البايخ ده وحيدها سودة. اهو كل يوم بيساعد النظر. امبارح حطولي في جيب الجاكيته فار كاوتش مربوط بدباره بنديله. لانك مهزأ، لو كان لك احترام في عينيهم ما كانوش يلعبوا بك الكوره. انت مسخه، انت ما تنفعش بمدرستي، انت مرفوض. لكن يا حضره النظر مرفوض. تعال سلم عمتك. يا حضره النظر مفيش حاجه. ازاي الحال؟ مبسوطين دلوقتي؟ ادي احنا بقينا في الشارع، ادي احنا بقينا في الغيط. كويس كده. يا خساره يا خساره 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 في حبايب عينيكم. لا حول ولا قوه الا بالله. روح الله يخرب، لكن يخرب ايه؟ ده خرب بيتي انا. روح الله يسامحكم. انت شهريتك 600 قرش، النهارده 10 منه تستحق 200 قرش، ساحب 175 باقي لك 25 اهم. كتر خيرك، بس لو تسمع سعادتك. مع السلامة. هو بس اتفضل. لكن نهارك سعيد. سعيد سعيد قوي. ما هو هيبقى سعيد أكتر من كده. إيه الخبر اللي زي الزفت ده يا أستاذ حمام؟ معلش اسمع. صدق بالله فراقك اثر عليا قوي، الدموع هتفر من عينيا. انت ابن حلال، انت اصيل، كتر خيرك. الله يحفظك،
لينا 22 قرش سجاير وقهوة. ايوه صحيح. خد ادي ورقة ب 25 قرش. ياخد دوك، ما تعملش هم، من ارزاق على الله. مع السلامة يا أستاذ، مع السلامة. مع السلامة بس تتزاق، ما خدناش تتزاق. ما فيش فايدة، بعدين، مع السلامة يا أستاذ، مع السلامة. أستاذ حمام، أستاذ حمام، ابن حلال مصطفي، أنا جاي لك مخصوص. تعالى بقى يا سيدي، أنا عاوز مني. عايز مني إيه أنت راخر؟ خلاص التلاتة ساق اللي كانوا فاضيين الماهية. ماهية إيه؟ تعالى معايا. سيبني في حالي، سيبني بغول بيتي فين. مالك في إيه؟ اترفدت يا سيدي. ليه؟ عشان إيه بقى؟ عشان أدوخ في دنيتي، عشان بالي ما ارتاحش بواحد، عشان حظي كده. حظ؟ حظ إيه يا شيخ؟ ده كلام يقوله راجل زيك، راجل فاضل. فاضل، وبقى فاضل مصيبة في الدنيا ما حودتش ناحيتي. بلاش أوهام أمال. مش أوهام، أنا كده، أنا حياتي كلها كده. أنا من كام يوم نفسي هفتني على أكلة سمك. كويس. خدت بعضي ورحت على حلقة السمك وقلب دور، قلت 5000 10000 سمكة لحد ما لقيت واحدة استلطفتها. أيوة، أنت حاكم تفهم في السمك أوي. أوي 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 أوي. جت من الفرن بتهفف وتشمرت أنا وابتديت أمزبز فيها. بالهنا والشفا. استنى، وحصل هنا ولا شفا. الله، أمال حصل إيه؟ حصل تسمم. إزاي؟ أنت مش تسمع عن السمك اللي نبهت عليه وزارة الصحة؟ قريت عنه في الجرايد، اللي بيسمم الناس ده. اهو اول سمكه ظهرت في مصر من النوع ده كانت اللي نقيتها بايدي انا من وسط 10000 سمكه شرطا كلهم سلام. مرزوق أفندي. ايه مالك؟ انا شايف نفسي زي اللي مخضوض شويه، موهوب. من ايه بس؟ ساحة الباشا ده اعرف اكلمه ازاي، اقابله ازاي؟ زي كل الناس يا اخي. هو انا ما سبقليش قبل كده خدت وديت مع جنس باشا في حياتي ابدا. بلاش اوهام فارغه بقى، الباشا بتاعنا في منتهى اللطافه، في منتهى الوداعه. الحمد لله. تعال معايا، تعال. وبنته جميله هانم. ما اسمهاش جميله، قلت لك ليلى. أيوه. اسمها ليلى. أيوه ليلى. اتفضل اقعد هنا، الباشا هيجي دلوقتي عشان يتفاهم وياك. ربنا يستر. اهلا وسهلا. اهلا بك يا فندم. اتفضل استريح يا فندم. العفو، استغفر الله. جنابك تحبها جنسها ايه؟ هي مين يا فندم؟ القهوه. قهوه؟ والله يا سعاده الباشا انا سعاده الباشا. لا لا، انا هنا مخصوص علشان اقدم القهوه. ساعدتك هنا مخصوص عشان تقدم القهوه؟ ايوه. تشرفني يا فندم. ودلوقتي تحبها جنسها ايه؟ سكر كتير ولا سكر قليل؟ والله انا عاده بشربها سكر على الريحه، وده يعني من قله السكر. يبقى هنا خليها سكر زياده. زياده قوي. حاضر. الوجاهه دي كلها عشان يقدم القهوه؟ امال الباشا بتاعهم يطلع الجنس شكله ايه؟ التعليمات دي لازم تنفذها بكل دقة، أحسن بعدين تروح في داهية. المية لازم تكون درجة حرارتها 38.5، نص درجة زيادة فيها خطر على حياتك. خد الروشتة دي تجيبها من الأجزخانة حالا، قدامك 5 دقايق بس وأنا مستنيك هنا. حاضر يا فندم. اتفضل اقعد، ما تزعجش نفسك. أنا كنت نسيت الروشتة بتاعت الحكيم، الواحد دماغه اتلخبطت ومخه انقلب. المرض بتاعه ده ورانا المر. ربنا يشفي يا فندم. البيه الصغير اصلا. بيه صغير ايه؟ ده الكلب اللي قدامك ده. حضرته؟ يا سلامته بعد الشر عليه. انا برضو لاحظت اول ما شفته انه لونه مخطوف شويه. يا اخي ده احسن من الاول، ده قعد 4 ايام ما يدوقش طعم الاكل. مسكين. ولو ان يعني في برضك ناس على قد حالهم يقعدوا 7 ايام ما يدوقش الاكل. ايوه بس مش بالجسم الرقيق ده. ايوه صحيح، مش بالجسم الرقيق ده يا سعاده الباشا. سعاده الباشا؟ انت فاكرني مين؟ انا مش سعاده الباشا، انا بشتغل هنا موظف. حضرتك موظف؟ انا هنا مخصوص علشان الكلب ده. حضرتك هنا مخصوص عشان الكلب ده؟ ايوه. بس بقى يعني حضرتك بتاع ال ايوه. تشرفنا. أنا مؤكرم. العفو. وبتاخد ماهية على كده؟ 30 جنيه. بس. لا حرام، قليلين قوي. واللي ما تطلبش إعادة نظر، علاوة، تنسيق. ضروري هطلب. إيه يعني 30 جنيه؟
ده انا بوكله واحميه واخليه واعلمه ولا بتوع المدارس. وهما بتوع المدارس يوصلوا ل 30 جنيه؟ وحضرتك بتشتغل ايه؟ لا انا راجل على قد حالي، انا بتاع كتب، انا بتاع علم. بس؟ بس. انا مكرم، عن اذنك بقى، اتفضل اقعد، نهارك سعيد. سعيد مبارك. تلاتين جنيه. انا لو من 18 سنه بعلم كلاب كنت دلوقتي من الاعيان. انا هدور عليها في الصالون. وديدي كمان. تتلحلح تتحرك تقوم حتتك بدي ادور هنا. غريبة دي، حضرتك بقالك كتير هنا؟ والله إيه من ربع ساعة تقريبا. يعني ما شفتش حاجة منطورة كده ولا كده؟ حاجة؟ حاجة ايه؟ اسورة الماز. لا الماز ولا صفيح، انا من ساعة ما دخلت هنا ما اتنقلش في مطرحي. بس افتكر كويس، يمكن يمكن ايه؟ يعني تكون شفتها وما خدتش بالك. ناسي؟ ناسي؟ لا لا لا، ناسي دي مش كويسه ابدا. امال يعني راحت فين؟ طارت؟ بلعتها الارض؟ انا عارف بقى اسعلي الارض اهي قدامك. انت جاي هنا عايز مين؟ مش عايز حد، هم اللي عايزيني. عايزينك في ايه؟ عالم لغه عربيه. لغه عربيه؟ لمين؟ لا لبنت الباشا. انت اللي هتعلم بنت الباشا؟ ايوه بنت الباشا. يعني بنت الباشا دي ايه؟ مخلوقه من بلبن من باستيليا؟ تلميذه خيبانه كسلانه سقطت في الامتحان، هنجرها ونصنفر مخها ونخليها بني ادمه. انت اللي هتصنفر لها مخها؟ ايوه انا. دي هي اللي هتصنفر عيشتك وهتطلعك من هنا ناطت فوق سبع حيطان. اسمع، انت مش لك عقل. اظن فاضل البواقي برضو. اهي هي هتطير لك البواقي اللي فاضله دي. تعمل حسابك من دلوقتي على الجنان الاصلي. ايه هو ده؟ بقى انت هتعلم بنت الباشا؟ والله عال، اما عرفوا ينقوا صحيح الجابوا لقرع علشان يسرح بنت السلطان. ايه هو ده؟ اقرع وبنت السلطان واسورة الماز. مين بنت؟ نعم. وده ايه ده الاخر؟ انت يا جدع انت؟ نعم. عايزين انت كمان؟ وقف على حيلك. وقف على حيلي؟ وقف على حيلك. وقف. طيب وقف. على مش كده؟ ايه ضاع منك حاجه انت الاخر؟ حلقه زمرد عدلولي. لولي؟ انت باين عليك مجنون. مجنون؟ انت جاي هنا تعمل ايه؟ جاي ادرس بنت السلطان. بنت السلطان؟ بنت الباشا، بنت الباشا. انت المدرس الجديد؟ ايوه انا المدرس الجديد. وشايف نفسك تقدر تسد في الشغلانه دي؟ يعني ضليع في قواعد اللغه العربيه؟ في اصول اللغه العربيه؟ ايوه زي ما انت ضليع في قواعد الجرجير واصول البقدونس والفجل الرومي. لا انت باين عليك مسحوب بلسانك. انت كمان باين عليك رغاي وغلباوي. انا بسالك مش ترد عليا؟ ارد عليك ليه؟ انت غلايني جاي تمتحني؟ من غير ما امتحنك، حتى شكلك مش باين عليه لا دروس ولا علوم ولا حاجه ابدا. وانت يعني شكلك صلاه النبي قوي، باين عليه مانجا وصبايط موز وعلى عيد عنب. لا انت قليل ادب. وانت كمان دمك بارد. لا يا مرزوق افندي، مرزوق افندي تعالى من هو. انت جايب لي الحمار ده منين؟ اخرس حمر في عينك بجحل الحياه. اخرس انت قطع لسانك. اسحب يا لباحه. الله اتنيل واسكت. لا مؤاخذه يا سعاده الباشا. طلعوا برا، خرجوا برا يا زلنطحي يا جربوع. هو حضرته يبقى الباشا؟ امال يبقى مين يا مغفل؟ مفيش شوية تمييز؟ ما لو في شوية تمييز ده ما كانش يطلع باشا أبدا، لكن عشان بختي أنا بتاع الكلب يلبس باشا والباشا يلبسني جنادي. قصدي أنا أروح بقى. مع السلامة، اتفضل. السلام عليكم. مرزوق أفندي. أفندي بس سعادة الباشا. الراجل الجربوع ده هوسه عندك ما يخرجش. أنا هوديه بداهية، هخرب بيته. أنت عملت إيه يا منيل على عينك؟ أنا اسمع، انت عايز تبات هنا في السجن؟ سجن ولا احسن لك تروح بيتك؟ ده سؤال ده؟ طبعا اروح بيتي قوي. كويس خالص، طلعها من جيبك. طلعها من جيبك. هي مين؟ الاسوره الالماس بتاعتي. انا سايب اختي. شو انتوا بنسكم ايه؟ طب بس ما تتحمقش قوي، روق دمك شويه. دمي فين؟ انتوا خليتوا فيا دم، انا شفت دمك. انا حرامي، انا اسرق اسوره.
ما سرقتهاش، بس يعني يمكن تكون اتدحرجت، نطت جوه جيبك، دخلت جوه المنديل. ايه الكلام اللي عبر ده؟ تخرج جوه المنديل ازاي؟ دي لما تدخل من هنا لازم تخرج من هنا. حطها لامك. ودي هدومي، ودي جيوبي، انا خلي فين النهارده؟ ادي شويه مصابين ده. بطل، ادي شكيت ده. سلام عليك يا ليلى، مش قبل الزيت دي كنت تفكري كويس؟ لا تفكر كويس ليه؟ عشان ما يتحرش دمي؟ ازاي؟ عشان ما يرتاح ليه؟ خلاص يا استاذ، متاسفين قوي خالص. متاسفين قوي خالص، تلخبطوا بسمعه الناس وتخربوا بيتهم، متاسفين قوي خالص. يعني عايزني اعمل ايه؟ ابوس ايدك؟ ابوس رجلك؟ اقدم لك عليك استرحام؟ ارحام ولا حاجه، بس سلف حظكم طلعوني بقى من البيت على خير. خلاص قلنا متاسفين، وبقولها لك تاني مره، متاسفين. عجبك عجبك، ما عجبكش ان شاء الله ما عجبك. مرزوق افندي. افندم اديله حاجه. مش عايز حاجه. اديله حاجه. مش عايز حاجه عنك مع وسط مرزوق افندي. ما تدينوش حاجه. مرزوق افندي تعالى معايا. مرزوق افندي اديله حاجه. مرزوق افندي. مرزوق افندي. مرزوق افندي. الكلام انا كاتب مع من اسود ده. انا صرحت من الشبيل النهارده. اعوذ بالله. انا بايه ده؟ ما فيش في الدنيا انسان واحد يبل الريق. انت ساير على الدنيا ثورة وحشة قوي يا استاذ. دنيا؟ انا بدي هربت الدنيا، بدي اهرس الدنيا. هربتني هرستني. ناس وفي ناس. اللي في الشوارع دول ناس، اللي في بيتكم ناس، انتم ناس. يا سلام، هو ما فيش ناس غيرك انت وبس. ومين قال لك ان انا ناس؟ انا ناس. سمك بياكل في بعضه. سمك بطال، سمك عينه فارغه، اخص على سمك. وانا هنا عشان بتعيش، تقول لي لحضرتك حرامي الحلو. حلو؟ اسوره اسوره، ما فيش مخ. مخ بقى مخ، موت وخلصنا موت. يا استاذ، انا متاسفه قوي، سامحني. انا السبب في ده كله، مش عارفه اودي وشي فين. تاني، لا تودي ولا حاجه، سلامه وشك. أنا كده، أنا كان لازم يحصل لي كده، أنا حياتي كلها كده كده كده. أنا المصايب تدور علي بكل اشتهاق، زي العاشق اللي من أهله ما يدور على حبيبته. أنا يوم ما اتولدت قامت زلزلة في البلد. يا ساتر يا رب. أول جنيه قبضته في حياتي من شغل أنا طلع مزيف. طب اسمع يا أستاذ، أنا غلطت معاك ولازم أساعدك، ولو إن أنا ما أخبيش عليك، أول ما شفتك دمك لطشني قوي. هو ده آخر من حسن الحظ. مع ان انا بالعكس اول ما شفت حضرتك استلطفت دمك قوي. اشكرك. طب اضحك يا استاذ، اضحك عشان خاطري يا استاذ. حاضر يا فندم. وايش كده يا ابو حمدي؟ بابا نادي لو تعالى. انا اسف قوي يا سعاده الباشا للي حصل، احنا كل اللي يهمنا ان سعادتك ما تكونش زعلان من اي حاجه. انا مش زعلان. الله، ايه اللي جابك هنا؟ الراجل ده هنا بيعمل ايه؟ سبحان الله العظيم. طول بالك يا بابا، انا هفهمك على كل حاجه. قلت انت ظلمت ولحظة كده يا بابا، مالكش حق. انا قلت لك انه انسان وحش قوي خالص. معلش يا بابا عشان خاطر المره والنبي. لكن انت مش ملاحظه هيئته المفركشه وهدومه المزلوطه المبربطه؟ ايوه صحيح يا استاذ، انت ما عندكش هدوم غير دي؟ يتوجد يا ستي يتوجد، نستلف ناجر. مع ذلك الهدوم داخلها ايه في الموضوع بتاعنا ده يا سعاده الباشا؟ انا جاي هنا ادرس لكم ولا اتجوزكم؟ سمع الفاظه البايخه؟ صحيح يا بابا، المدرس بمخه مش بهدومه. ولكن انا ذنبي ايه كل يوم الصبح اصطبح بالخلقه المقندله دي، بالعنكبوت اللي معشش حوالين وشه؟ دقنه دقنه تقبض قوي بنتي. يحلقها يا بابا يحلقها. لا على ازاي؟ ايوه يا استاذ تحلقها. يا ستي واحد شايل دقنه، انتوا تعبانين ليه؟ تحلقها تحلقها ورجلك فوق رقبتك. يا مرزوق افندي. افندم. الراجل ده تاخدوه تحموه وتحلقوا له دقنه وتدوا له اوضه ينام فيها. حاضر يا فندم. اتفضل. اما اشوف يا انا يا هو المغفل ده، وانت يا ليلى حضري كراريسك، حضري كتبك بتاعه اللغه العربيه، لانك لازم تنجحي في اللغه العربيه. انا من دلوقتي ورايح عايزك
تعتصم باللغة العربية. أبجد هوس حطي كلام شكل الأستاذ بقى منسجم. أبجد هوس حطي كلام شكل الأستاذ بقى منسجم. أستاذ حمام نحن الزغاليل نحن الزغاليل من غير جناح بنميل ونطير. أستاذ حمام نحن الزغاليل نحن الزغاليل من غير جناح بنميل ونطير. والمكر فينا طبع جميل قلنا لا لا يعني النعمون. أبجد هوس حطي كلام شكل زيد او حضر عمر. طب واحنا مالنا ان شاء الله ما حضروا. طب واحنا مالنا ان شاء الله ما حضروا. ان جاء زيد او حضر عمر. طب واحنا مالنا ان شاء الله ما حضروا. طب واحنا مالنا ان شاء الله ما حضروا. المبتدا هنجيب لك خبره من نظره واحده هيصبح عدمه. لو ابوكي حضر ويانا وشاف وسمع الغنى ده معانا انا اللي هصبح في خبر كانا بدل المهيرة عاقد صرمون. ابجد هوس حطي كلام شكل الاستاذ بقى منسجم. ابجد هوس حطي كلام شكل الاستاذ بقى منسجم بقى كويس قوي. بس بقى من فضلك دلوقتي فهمي اصحابك دول بدينا نشوف شغلنا. حاضر يا استاذ. اسمعي يا فيفي روحوا انتوا بقى دلوقتي وكلميني في التليفون بعد الظهر عشان الكونكان. بس خلي بالك لو كنت هتكسبي مني زي المره اللي فاتت. لا ما تخافيش. طيب اربع اربع اربع. ودلوقتي بقى نخش على الجد. قولي لي هو حضرتك وصلت في النحو لحد فين؟ كله يا استاذ المقرر كله حافظاه مي. انا بس مش عارف ايه اللي كان لخمني يوم ما روحت الامتحان. بتحصل كتير ارتباك اضطراب حالات نفسيه. لا والممتحنين يا استاذ وشوشهم كده مش حلوه حاجه ما تفتحش النفس ما تشجعش التلميذه على انها تبين شطارتها. كمان ما اقدرش اقولكم رقاصين عاملين تواليت عشان يفتحوا نفس التلميذات. لا رقاصين ولا تواليت بس يعني وشوش سمحه. اهو واحد زيك انت يا استاذ بطيبه قلبك اللي باينه في عينيك ودمك الخفيف ده لو كنت وقفت قدامي يوم الامتحان كنت خدت 50/50. ايوه مبو. قولي لي يا شطره انت تعرفي اخوات كام؟ امال يا استاذ ما اعرفهمش ازاي؟ طب دي اسئله بتاعت سنه تانيه. الا قولي قابله. نعم. انت متجوز؟ والله عازب. ليه؟ خلينا في اخوات كنا. اخوات كنا يا مدموزيل. احنا خلينا في اخوات كنا. ايوه قولي من فضلك. كنا. ايوه. ويا ما كنا. لا 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 يا ما كنا يا ما كنا دي في كتاب الف ليله مش في كتاب النحوي. اعملي معروف يا مدموزيل خلينا في الدرس. كنا. كنا. ايوه. اصبح. أضحى. أيوه. أمسى. كويس. بات. تمام. ظل. أيوه. ما زال. مبارحة. أيوه. مفاتئة. تمام. منفكة. كويس. إلا يا أستاذ. نعم. منفكة دي تبقى إيه؟ يعني مثلا أقدر أقول ساعة منفكة زرار الجاكيتة؟ لا لا لا، جاكيتة إيه؟ منفكة مش يعني الفك من بعضه. يقولوا منفكة زيد يمشي.
يعني فضل زيد يمشي لحد ما حفيت رجليه. من فك عمر يأكله، يعني عمر عجبه الأب، فضل يرص في اللي قدامه وبلط على الصينية ولزق في كرسي السفرة. يا سلام، شوف حضرتك بتشرح ازاي بشكل ظريف بتوضيح جميل. دلوقتي فهم، يعني أقدر أقول من فك سوسو يحب فيفي. أيوة ممكن ممكن، بس يعني لو كان سوسو ده يحب البلعة مثلا، يحب أخاه، يكون أحسن يكون أحسن. أنا بقول يعني مثلا مثلا أقدر أقول كمان من فكت ليلى. أيوة تستلطفه. ما شاء الله، شوف شكلك بقى عالي ازاي يا أستاذ فراخ. حمام يا سعادة الوشاء، اسمي حمام. أوه حمام فراخ زي بعضه، وأنا حكلك بقيت كويس خالص، بقيت ابن ناس. هيه وصلتوا بدروس النحو لحد فين؟ لحد أخوات كان يا سعادة الوشاء. أخوات كان؟ أخوات كان دي أنا أعرفها وأنا لسه صغير قد كده أهو. أصبح مظبوط، ما زال تمام، من فك يا سلام، ما فتئ أيوه، من حل حلت يا سعادة الوشاء. من حل؟ أنت مش عارف إن من حل دي من أخوات كانا؟ لا من أخوات كانا ولا عمت كانا ولا خالت كانا ولا تعرف مين كانا دي خالت. مرزوق أفندي، الراجل ده بيقول إيه؟ الراجل ده بيكون جاهل مؤكد. الله، وسعادتك بتقول من حل؟ أمال أنا بقول إيه من الصبح؟ من حل من أخوات كانا مظبوط. أمال كنت بتنكرها ليه؟ إن من حل دي هي من أخوات كانا صحيح، بس يعني أخوات مش أخوات من أب تاني. ظهير ظهير خالص. انا كنت اتفقت معاك على كام؟ ما هي اظن احنا اتكلمنا في 700 قرش يا سعاده الباشا. 700 قرش ما يكفكش ابدا، انا هعملهم 15 جنيه. مرزوق افندي افندي، ما هيئته 15 جنيه. ربنا يطول عمر سعاده الباشا. من حل؟ انت فاهمني؟ من حل؟ ايوه سعاده الباشا، من حل، واظن كمان من خلع. من خلع؟ خلع دروسك انت، حبيت تهجس ولا لا؟ بلاش سعاده الباشا بلاش، ملناش اسمك في دي. كويس قوي، خلاص استمر في دروسك. ليلى لازم تنجح في اللغه العربيه، انت فاهمني يا استاذ فراخ؟ حمام يا سعادة الباشا، حمام. اوه حمام فراخ، كله بيتاكل وكله بيندبح. تعال انا اطلع فاضي معايا. يا استاذ انت حبوب، حبوب قوي، انت ظريف، انا باين عليا حاسه ظرفك قوي قوي. يا ليلى هانم، الست سميره هانم عاوزه حضرتك في التليفون. ايه سميرة؟ الله، هي رجعت تاني ولا ايه؟ استاذ حمام دقيقة واحدة، انا جاية حالا. انت ظريف، انت حبوب، حبوب قوي، ده انا باين عليا حبتدي استظرفك قوي. أحبك يا صديقي بكل جوارح، حتى أكلمك بالليل بعد ما ينام. بحبك يا مضروب، بحبك. شكل الأستاذ باب ساجد، باب ساجد. صباح الخير. صباح الهنا سالم، صباح السعادة، صباح الكل. أنا جاهزة وفتحت الأمر. يا رب تفضلي. اهلا وسهلا.
الحياكة والأبهة دي كلها. يا فندم لا أبهة ولا حاجة، بس الإنسان بيتعايل يعني عشان منظره ما يزعجش حضرتك. بقى أسمع يا فندم. اعمل معروف بطل لي كلمة حضرتك دي. أنا تلمستك ليلى. هو أنت لما كنت في المدرسة مش كان لك تلميذات؟ طبعاً. طيب يبقى خلاص من هنا ورايح أنا ليلى وبس. بحيث كده بقى أنا كمان من هنا ورايح حمام وبس. طب تعالى يا حمام وقعد جنبي. ها قولي بقى، أنت مرتاح هنا؟ مرتاح وبس. هو في أحسن من هنا؟ لا قولي صحيح، ما تخبيش عليا، لحسن أهمني راحتك قبل كل شيء. والأكل أنت بتاكل كويس؟ كويس وبس. طب ده الطباخ بتاعكم حط قدامي جوز حمام وقال لي اتفضل يا استاذ حمام كل بعضك. وجابوا لك الاكل هنا مش كده؟ لا يا فندم، خدوني على المطبخ. مطبخ؟ هم ودوك المطبخ؟ ايوه كتر خيرهم، من انسانيتهم. من انسانيتهم؟ ده من قله ادابهم. على كل حال انت من هنا ورايح هتقعد معانا على السفرة، انا وانت والباشا. انت لازم تعتبر نفسك هنا في بيتي، لازم تكون في منتهى السعادة. استهاني منها، انا حياتي كلها ما تسويش نقدمها تحت رجليكي تمن بسيط لكبر خاطرك ده. ايه الكلام ده؟ انت يظهر مش داري بروحك، مش عارف قيمتك. بص لنفسك بصة تانية، انظر للحياة نظرة حلوة، حب الدنيا. إذا حبيت الدنيا، الدنيا لازم تحبك. أيوة معك حق. ما كانش في اتنين يكرهوا بعض زي أنا والدنيا. لكن يظهر إننا هنصطلح سوا. يبتدي بس دلوقتي أحبها. يبتدي تشوف نورها. يبتدي تكتشف جمالها. Thank you.
اسمعوا يا ولاد، الاستاذ النهارده مزاجه مش رايق، روحوا كلموني في التليفون. ها المعاني الحلوة اللي عمالين يشرحوها دي. اوهو انت بقيت شاعر. ايوه شاعر، شاعر، شاعر بلخبطة جامد اوي. المهم نشوف شغلنا. اتفضلي من فضلك، درس المطالعة. يا سلام عليك، انت ملحوق كده ليه؟ ضيحت علينا الخيال الحلو. ايوه ما هو الخيال الحلو بعدين هيعمل فينا فصل ما يبقاش حلو ابدا. حضرتك داخله الملحق والملحق ملوش ملحق. اتفضلي. ايه يا ريما؟ حب الامهات. امهات؟ امهات ايه يا مدوزيك؟ ايوه امهات. انت ما تعرفش البلح الامهات؟ عارفه واكله وكل حاجه، بس يعني في الكتاب ده مش شايف له معنى بالكليه. مش ممكن تكون امهات، دي لازم حب الامهات. ايوه صحيح، برافو عليك يا استاذ، انا بحسدك. حسدين على ايه؟ انت ذكي، ذكي هايل قوي. لا هايل ولا مايل، دي بدها ذكي دي. عشان تكون امهات لازم يكون مؤلف الكتاب فكهاني، مش مفتش من وزاره المعارف. ها. قالت الأم في فراق طفلها: يا حبيبي. إيه مش مظبوط؟ مظبوط، كملي. حبيبي لو عتي إن غبت عني أتعلم أن ليس لي أحدا سواك؟ يعز علي حين أدير عيني أفتش في مكانك لا أراك. يا حبيبي أنت نور حياتي. ده أنت اللي. أنا اللي؟ أنت اللي بتقلي بشكل جامد. بلاش ترسم حاجة. إزاي بس يا أستاذ؟ ده الوقت بيفوت والملحق مالوش ملحق. معلش أنا أنا تعبان شوية النهاردة. بلاش بلاش. أنور إزيك يا حياة؟ مشغولة أبدا وحياتي، أنت كل شغلي، أنت كل فكري. أستاذ اللغة العربية يا شيخ بلا خيبة. بابا، بابا محكم رأيه أخش الملحق. أنت ملحق غرامي، أنت دبلوم سعادتي، أنت ليسانس هنايا. بحبك يا مضروب، بحبك. Thank you.
يضحيها من عز النوم ويفوت الروح ويطير بيها الدنيا في يوم بيفوت عليه ويصحيها من عز النوم ويفوت الروح ويطير بيها الدنيا في يوم ولما القلب يجي يفرح ساعد ما لاقي قاعد جنبي آمال الحلوة تتمرجح في دقة قلبه مع قلبي تنجي روحي وانت ايوه انا رحت في داهيه استنى ما حدش يفتح الباب انا بغير هدومي وبعدين اخد برد يعني حيكون مين غيري يا حلوه مش عارفه خطيتي يا كتكوته اوعى تكوني قلتي من صوت الكلاب اللي في الجنينه لا بس انا اصلي تعبانه شويه يا ندمتي اوعى تكوني بردتي وده برضو غطا تتغطيبه يا سلام عليكي ما بتسمعيش الكلام انت لازم تتغطي بغطا تقيل الله فين البطانيه تعالي هنا بس انت رايحه فين هجيب لك البطانيه تتغطي تعرقي تصبحي عالي العال انا دفيانه انا حرانه افي يا دادا قولي اعمل لك ايه اعمل لك فين قالتي لي ايوه روحي اعملي لي فنجان تيلي واوام حاضر من عينيا الاثنين بسم الله الرحمن الرحيم ايه ده جيمي بس يا جيمي يقطعك يا جيمي بوم 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 صدقتي بقى دلوقت يعدمك حسك يا جيمي هو ماله صوته خشن الليله كده يكونش خد كاميرا اخر التليو يا دادا التليو الحقيقي حاضر من عينيا الاثنين يحو يا خرس بقى انا دلوقتي يوه انت سعرت الليله ولا ايه تعال بس قوم كفايه عملت اللي عليك يا سي جيمي انا روحي بقى في رجليه وايه يعني الصوت المزعج ده حضرتك كان لازم تحفظ اعمل ايه قعدت احوش فيها لحد ما الله انت لازم خدت برد ايوه ست القمر والنجوم اصل رجلي حافيه انزل بقى قبل ما ترجع بالتليو وتبقى مصيبه تعالى بس انت هتنزل حافي انزل حافي احسن ما انزل مضروب لا استنى انا هدور لك على حاجه تلبسها في رجلك اجيب ايه خد دي البس انا البس دي ايوه مؤاتم مش حكايه مؤاتم دي ما تخشش في صباع رجلي امال يعني عايز نعمل لك ايه افصل لك جزمه لا مش مهم انزل كده
تعالى بس لحسن تعيا، انا هروح ادور لك على حاجه. سلام سلام. لولا لولا لوليتي يا اختي، هي نامت ولا ايه؟ لوليتي انا جبت لك اسبرين على ما يغلي التلج. الله، انت طفيتي النور ليه؟ بسم الله الرحمن الرحيم يا اختي، النور غرب وعفيت ولا ايه؟ انت لازم النور عندك خسران، هبعت لهم بكره يصلحوه، دي حاجه تلبش قوي. قومي يا لولا جبت لك الاسبرين. قومي يا حلو، قومي يا روح دانا، قومي يا ست دانا، قومي يا طيبه، قومي يا حلو، قومي يا اختي بقى بلاش دلع. الله، قومي امال انا في عرضك. بس يا وليه بس، الحقوني الحقوني. حمامي حرامي. حمام وش جابك هنا؟ حقوني بصيت شويه. اهدى، ازاي رجلك تنسحب وتيجي لحد هنا؟ ده انا هوديك في داهيه، ده انا هطلع حمام عينيك يا باشا. انا هوريك، انا هطلع عينيك، انا هضرب المليان. اي حركه هتطلع هضرب المليان. ليلى ليلى، انت صحيحه ولا نايمة؟ ليلى ليلى هنا ان شاء الله. سعاده الباشا، في ايه؟ خير ان شاء الله. انت ما شفتيش حد اتشعبط من هنا ولا حد طلع على البلكونه؟ اتشعبط ابدا يا سعاده الباشا. ابدا ازاي؟ انا سامع الكلاب بودني بتهوهو. مرزوق افندي بتهوهو. ايوه ايوه بتهوهو. حاضر. وكمان الرفيق قال لي انه شاف واحد بيشعبط على البلكونه. هي ليلى فين؟ في الحمام يا سعاده الباشا، بتاخد دش. بتاخد دش؟ وفي حد ياخد دش بالليل؟ ازاي ده؟ لا يا سعاده الباشا، مش هي، ده جيمي، بتحمي جيمي. ما تتسقاش يا جيمي، خدت ايدي يا جيمي. اسكت جيمي. لو قلت لك ارمي روحك البحر. والله العظيم ارمي وكتف في ايديا كمان عشان ما اقعدش. بس ما اقعدش هنا. استنى بس، انا كمان مش هقعد هنا. انت ليه؟ هنهرب سوا. نهرب سوا؟ ايوه، الليله الساعه 10 انتظرني في الجنينه العربيه، هتكون جاهزه. انا رجعت نفسي، ما يصعش نعمل عمل زي ده ابدا. وبعدين يعني انت هتمسك العوض؟ قوي 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 قوي. انا يستر مني فضا. يستعين يستعين. تعرف ان ما طوحتنيش شويش؟ تعرف ان ما طوحتنيش حالا وركبت معايا هجيب لك مصيبه. لما تجيب لي 6000 مصيبه انا
واقول انك بتحركني علشان اطفى شويه. تصرخي تلطمي تصوتي مفيش فايده كده كده يا بابا. اسكتي. هتركب؟ اركب. عيني بترف وراسي بتلف وعقلي فاضله دقيقة ويخف. عينه بترف وراسه بتلف وعقله فاضله دقيقة ويخف. تسمحي لي كلمة واحدة؟ قول يا نور العين. بدي اعرف نفسي اعرف احنا رايحين فين. رايحين على البلد اللي اتجمع شملنا وشاق نفرح ونغني ونودع عدل اشواق. رايحين على البلد اللي اتجمع شملنا وشاق نفرح ونغني ونودع عدل اشواق. والله انا حاسس لا مفيش. احسس بايه قول ما تخبيش. حاسس بمصيبه جياني يا لطيف يا لطيف. مصيبه ما كانتش على بالي يا لطيف يا لطيف. حاسس بمصيبه جياني يا لطيف يا لطيف. مصيبه ما كانتش على بالي يا لطيف يا لطيف. انا عايزه حاجه. حاجه ايه؟ حاجه تجري؟ اكل ايه؟ امال عايزه ايه؟ عايزه اكل، عايزه اغني، عايزه ابوسك مش عارفه ليه. يا لطيف يا لطيف يا لطيف. جبتك معايا عشان تقسم ليله هنايا وفجر غرام. وانا ليا من غيرك يشاركني فرحه امالي وهنا ايامي. جبتك معايا عشان تقسم ليله هنايا وفجر غرام. وانا ليا من غيرك يشاركني فرحة امالي وهنا ايامي. علشان هيك انتي انتوي بالنار ولا احجدتني وادخل جهنم وانشوي واصرخ واقول يا داودي. علشانك انت انتوي بالنار ولا احجدتني وادخل جهنم وانشوي واقول يا داودي. علشانك انتي انتوي بالنار ولا احجدتني وادخل جهنم وانشوي واصرخ واقول يا داودي. علشانك انت انكوي بالنار ولا احجدتني وادخل جهنم وانشوي واصرخ واقول يا داودي. علشانك انت انكوي بالنار ولا احجدتني وادخل جهنم وانشوي واصرخ واقول يا داودي. علشانك انت انكوي بالنار ولا احجدتني وادخل جهنم وانشوي واصرخ واقول يا دهوتك. الطربوش سيب الطربوش لك ايه؟ ايه ما تخافش اديها الطربوش هتشيله عندها واحنا خارجين هتديهولك تاني. الاصول كده. الاصول كده؟ فاضي. الاصول كمان اقلع عليها الجزمه انا اخش فيها. بس بقى ما تعملش كده تعال. اصلي ما عنديش طربوش غيره لو راح. طب اسكت بقى ما تكسفناش. هو الاستاذ انور فين؟ ده منتظر حضرتك على النار. اتفضل. تعالي هنا. احنا جايين هنا نعمل ايه؟ بس اسكت شويه يا حنان. صبا بيك افهم انا الاستاذ انور بيسال عنه يطلع مين؟ لا إله. لا إله. تعال تعال روح قلبي. أنا كنت خايف لا يصدق أي مانع يحرمني منك. هو في شيء في الوجود ممكن يحوشني عنك يا حبيبي؟ يعني بتحبيني زي ما بحبك؟ أكتر وأكتر. أنت ليل نهار على بالي، دايما في قلبي، في روحي، في عيني، في كتاب الدروس اللي بذاكر فيها. كل حرف قدامي انت، كل صفحة انت، وش بابا انت، وش دادا انت، وش حمام انت. وش حمام؟ لا دي اهانة، انا احتاج. اجيب لك ايه؟ تشربي ويسكي؟ شمبانيا؟ ميرسي. كويسة شمبانيا. يا صور شمبانيا. دخلت
شايف انور؟ شايف؟ اسمعي بس، انت تروح حالا تقول له ما كانش يقومها من جنبه، انا هطربق عليه الكباريه اللي نادي. قالي بلاش جنان، كل ده كويس علشانك. يغيظني كده قدام عينيا؟ انا لازم اموته، انا لازم احرقه، انا لازم اشوه وشهم بازازه ميه نار واروح فيهم بداهيه لنادي. مين يا جسم من ملبن على عقل من حجر؟ بنت واحد باشا، وراه اموال، بنوك، مجوهرات، كل دي هتصفي تجيبك انت وهو. بس عقلي وخليه يشتغل. اشتغل اخويا اشتغل. حلاوتك؟ لا يا حبيبي انا ما يهمنيش، انا لازم اقطعهم حتة واتفرج عليهم الكباريه اللي نادي. مع اني فهمت عشان مش شايف الواد انور كل يوم وياه صيده جديده، لازم وراها فلوس يجردها ويرميها زي ما جرد اللي قبلها واللي قبل اللي قبلها. انما ايه اللي رماها الرميه السودة دي؟ تلاقي واحد مغفل جابها له لغايه عنده. الصحه يا حياتي. انت قومي، انت مجنون تقولي عليا انت مين؟ خلاص قولي بقولك، استنى بس قومي، مش احسن طيب قومي، سيب ايدك على بعدين اخلص. اه تبقى الفلوس تبقى اللي قبلها واللي قبل اللي قبلها. قومي انت باين عليك قليل اصلا اصلا. هبقولك اضرب انت بره، شيله ارميه بره، شيله. الحق ان انا في عرضك. عرضي ولا طولي، عايز تقول ايه؟ حضرتك مش موجود هنا عشان تحافظ على الامن. طبعا، وانه اذا حصل اعتداء على الارواح، على الاعراض، على الشرف، مش انت مكلف تعيش كل ده؟ ضروري. عظيم، عايز كده. الساعه كام دلوقتي؟ الساعه كام دلوقتي؟ بقى طالع تجري وزعق في الشارع وتقول يا شاويش حسن تسالني الساعه كام دلوقتي؟ ايوه ايوه ايوه. أنا متأسفة قوي للي حصل. لا أبدا، مفيش حاجة، حصل خير. بس أنا خايفة لحسن يكون جراله حاجة. في حد يرضى يجيب معاه الدقف زي ده هنا؟ يعني كنت عايزني أجي هنا لوحدي إزاي؟ بس يعني ما كانش في حد غيره؟ ده غجري قوي، ده بهدلني ضربة في بطنه. من حسن الحظ الناس افتكرتها نمرة. صحيح. مفيش حد يبقى في السجن معاه. أنا راجل يا محمود، أنت مش ناوي تبقى يا جرسون. علشان احافظ على الامن، على الاموال، على الاعراض، على كل حاجه. عايز ايه؟ عظيم، عايز كده. النهارده ايه في الايام؟ امشي الضرر ده يا تاخد اجلك راجل مكذوب. عارف ان شفت وشك تاني؟ بالشلوت، فاهم؟ بالشلوت. امشي انجر الدنيا. يا حنن يا حنن. لا 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 يا حنن. ايه؟ اعوذ بالله، التلامه دي في دمكم يا اخي. اتفضل. لا اتفضل. ايه بس افهم مني كويس. افهم منك ايه؟ عايز ايه؟ جنيه؟ لا مش حاجه جنيه. امال حكايه كام؟ دفتر الشيكات مش في جيبي، متاسف قوي. يا اخي اعمل معروف ابو سيدي. اسمع مني يا اهل المعروف. اسمع منك. اتفضل يا سيدي، سمعني، اطربني، غني لي. جماعه فستانين، جماعه مجرمين، جماعه بلطجيه، عايزين يفسدوا اخلاق بنت شريفه، بنت طه، بنت واحد باشا. انت واحد باشا؟ باشا جنسه ايه ده؟ من اللي بيطلعوا في السينما؟ يا سيدي باشا صحيح، باشا حق وحقيقي. طب وانا ايش حشرني في الموضوع؟ بس تساعدني نخلصها من ايديهم وينوبك صواب. الله،
وهي فين بتباشا؟ هنا هنا جوه هنا في جهنم الحبره دي. طب وانا احشر نفسي في حكايه زي دي بصفتي ايه؟ باي صفه؟ ابن عمها، ابن خالتها، عرفت انها جوه، طلبت دم في دماغك، دخلت جوه كسرت الدنيا، مسكتها من ايديها لا تشتها طلعتها على بره ولا تدوق بره. سيب الباقي عليا. ابن عمها والدم ضرب في دماغي وكسرت الدنيا واضرب زي ما انا عاوز. زي ما انت عايز. ما عنديش مانع ابدا، اتفضل. اتعب اتعب. هنا بص بص على ساعة البيع وقفت. يا فين بنت الباشا؟ هناك اللي أعرف الركن اللي هناك ده. هي اللي بتضحك دي؟ ايوه ايوه هي دي. ايه هو يعني ايه؟ يا حلو قوي. ايوه حلو قوي ودمها خفيف قوي، بس انا جايبك هنا عشان تخلصها مش عشان تبصبص لها. لكن دي حاجه تهوس خالص. لا 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 يسهر، انت يسهر مش نافع ابدا. لا ازاي دلوقتي تشوف؟ اكتب عليا ولا تقول لي
بعدين يا حاج بس عايز اكتشف. اكتشف من فين اللي يختشي يا ضايع يا ضايع؟ ده انت بدلتك اللي عليك من فلوسي يا ناس اللي قاعدين يشهدوا سختي بحالي وبيشربها بيها شمبانيا وفاكر انك هتروح من ايد الله. يلا يلا سيبني يا دنيا هجيب الضمير يا حاجة كلها. اوعى ايدك ما تبقيش مجرمة. مجرمة؟ اوعى انت مالكش دعوة. وانت اللي فرحان بمزاحمة الستات عليك حسابك هيكون معايا انا. ومعايا انا كمان يا بتاع اللي قبلها وقبل اللي قبلها. ايه البلاوي دي؟ حضرتك تبقى مين؟ تتحشر ليه؟ انا ابن عمها. ايوه ابن عمها. ابن عمها؟ ابن عمي؟ ابن عمي ازاي؟ ايوه انا ابن عمي. ايوه ابن عمك. فوتي قدامه. فوتي يا جن مصور. هو ايه اللي ابن عمي؟ انت ابن عمي منين؟ ابن عمك غصب عن حبه عينك. فضحت العيله سودت وش ابن عمك. اتفضلي تعالي. استنى عندك اللي هياخدها من هنا انا هكسر دماغه. اتفضلي معايا. انا ما اعرفكش. انا ابن عمك. لا انت مش ابن عمي. لا 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 انت كترتها قوي. اسكت انت كمان. طب خلاص اتفضلي. الحمد لله ربنا وداني فيك يا مفقود. ايه ده يا منظير؟ ازاي واحدة في مركزك تعرض نفسها للبهدلة في محلات زي دي؟ وتغني وترقصي وتشربي؟ وتغني وترقصي وتشربي؟ قول لها يا سيدي قول لها. وحضرتك كمان تبين عليك راجل تفهم، راجل ذوق، راجل لطيف، ازاي تسمح لها تعمل كده؟ انا سمحت ولا اتنيت؟ دي ده اللي جتني ما اعرفش ازاي لقيت نفسي جوه. ازاي دخلت؟ منين دخلت؟ الله اعلم. بدك تتفسحي؟ المطارح اللي تقلك كتير. استشيري حضرته. خدي رأي حضرته. ايوه خدي رأي حضرته. مش تبرطشي حضرته وتحرقي دم حضرته. انسان موزون كامل زي ده انت لازم تاخديه صديق امين. ايوه تاخديه صديق امين. تاخديه حبيب مخلص. ايوه حبيب مخلص. حبيب مخلص. كلامك كويس. كلامك حلو. مخلص مخلص والله العظيم مخلص. مؤكد مخلص. انت تعتبريه زي والدك تمام. ايوه تعتبريه زي والدك. ايه ايه في ايه؟ لا ولا حاجة. طب سوق بقى وحياة والدك انت. على فكرة أنا ما قدمتش نفسي. أنا اسمي وحيد صفوت طيار. طيار؟ أيوة طيار في شركة مصر للطيران. وحضرتك؟ أنا زائر كده برضو. إيه طيار؟ أيوة طيار. طيار بس حضرتك بتطير بالزيت والبنزين وأنا بطير بالفول والذرة. بالفول والذرة؟ حمام. اسمي حمام. ظريف. ظريف قوي. طب حضرته عرفناه حمام والمدمزيل عصفورة؟ يا أفندي اسمح لي أقولك أنا عمري ما شفت واحد أبرد منه. يا خبر؟ بأي وش جاي تكلمني بعد ما اتجرأت يا قليل الأدب وضربتني بالقلم؟ أنا من ساعتها لدلوقتي مش مسامح روحي. إزاي إيدي دي اللي تستاهل قطعها تتمد على الخد الناعم الرقيق اللي زي خدود التفاح ده؟ أيوة بس بلاش تفاح وبرتقال دلوقتي. إحنا في السكة. بص قدامك. أرجوك يا مدمزيل سامحيني وبدال الألم اللي ضربته لك اضربيني ألمين 13 15. وبعدين بقى انت مش عاوزة تضربيني؟ بس قوليلي فهميني خدك ده جنسه ايه؟ انا من ساعة ما لبستك وايديا دي متكهربة منملة. ابوس ايدك اضربيني. ابوس رجلك اضربيني. بقى اسمع هنا انت تحفظ أدبك وتتعدل في كلامك لحسن والله العظيم اللي حيضربك هو انا. سامحيني سامحيني من فضلك. طب ادي ايدك هاي. طب ادي راسك. يا خبر. يا خبر ولا حاجه كده كويس. بقيتوا خالصين. سوق قدامك. سوق السكه قدامك. سوق. يا سلام بقينا خالصين. ده الم المنى الم الهنا الم السعاده. طب هنروح لنادي يا سيدنا الافندي. سيبنا من الم الهنا والم السعاده. خلينا دلوقتي في الم المرور. السكه قدامك. سوق. طيب يا اخي بس يعني ما اكلمش. لا ما تتكلمش. ليه يا استاذ حمام؟ سيبه يتكلم على كيفه وحد هيرد عليه. اتفضل قول اللي انت عايزه. ايه؟ طب خلاص اتفضل.
اتكلم قول اللي تقوله. دش يا ترى المدمزيل مخطوبه؟ هي مسكره خالص، مخطوبه ومشبوكه وكل حاجه. يا خساره يا خساره. لا ابدا، ليه الكذب ده؟ انا مش مخطوبه كده. اذا يا مدمزيل في امكاني اني اقول لك اني من ساعه ما شفتك حبيتك، حبيتك من كل قلبي حب شريف، وتمنيت على الله انه يكتب لي السعاده في القرب منك. الله كويس كده، انبسطت يا حبيبك؟ الشبارة عم ترد عليك. طب اربط اربط عنك. اربط ازاي؟ مش هنوصلك. بس طول بالك يا اخي، يا حاج اتجنن، اديني ربطت اهو. انزل فين؟ هنا 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 في بيتنا. بيت مين؟ بيتنا، بيتنا اللي ساكنين فيه. انزل يلا. استنى عندك انت بس. ليلتك سعيدة. ليلتك سعيدة يا استاذ. قول لي، هو بيت الهانم هنا؟ ليه السؤال البارد؟ انت مالك انت هنا ولا مش هنا؟ ما تسيبه يسأل. سيبه يسأل، سيبه. يلا ابنا يلا. قول لي من فضلك، لو والدي حب يقابل سعادة الباشا والد الهانم يبقى يجي له هنا في البيت ده؟ ايوه يجي له هنا في البيت ده. في البيت ده. في البيت ده بكل أمنية. يجي له هنا في البيت ده. متشكر. ليلتك سعيدة. ليلتك سعيدة. في البيت ده. مع السلامة. يلا بقى. في البيت ده. بصي قدامك. استنى بس، انت موديني على فين؟ تلمي بقى، تلمي في ليلتك اللي زي بعضها دي. انت طلعتيني فين؟ كنتي فين؟ نعم نعم الله عليك. استنى شويه من فضلك. عاوزين مين حضرتكم؟ عايزين نعم، عايزين كوبايه ميه. كوبايه ميه ليه؟ تكونوش فاكرين هنا قهوه؟ ناس عطشانين. ايه الميه عندكم غاليه للدرجه دي؟ مش مساله غاليه ورخيصه، انما يعني جايين في ساعه زي دي تخبطوا على بيوت الناس عشان تطلبوا كوبايه ميه؟ ايوه. مش هو ده بيت اسماعيل بيه؟ اسماعيل بيه مين؟ اسماعيل بيه، اسماعيل بيه ابو مناخير. لا ابو مناخير ولا ابو حواجب، مفيش هنا حد بالاسم ده. يبقى بقى لازم قرطنا في البيت. لازم البيت اللي قبلكم. البيت اللي قبلنا بتاع دق الطبول. طبول؟ يبقى بقى البيت اللي بعدكم. واللي بعدنا بتاع زكية هانم كعب الغزال. يبقى بقى غلطنا في الشارع كله. سلام عليكم. مفيش سلام عليكم، تعالوا هنا. انتوا ما انتوش منقولين من هنا على البوليس، انا هوديكم في داهية. يا حرامية، يا أرطغرل، يا محمد، يا عثمان، امسكوهم. كتفوهم. دي نمر جديدة بتعملوها في السرقة يا حرامية يا غجر. في سعادة البيت. في ايه يا سليمان؟ مين دول؟ يوسف بوهبي. يا خبر. يوسف بوهبي بتاع سلمك؟ يا خبر مطير. يلا بينا يا يلا. ما حدش منكم خارج من هنا الا على البوليس. يلا اتفضلوا كلموا سعادة البيت. يلا. بونسوار يا استاذ. بونسوار. قصدك تقولي بونجور. احنا بقينا الصبح. افندم يلزم خدمه؟ ايوه، احنا جايين هنا علشان علشان اتفضل حضرتك انت بقى، اقول له احنا جايين هنا عشان ايه؟ عشان غرقتنا تتقندل اكتر واكتر. لكن انا مش فاهم حاجه ابدا. مين حضرتكم؟ ايوه، حضرته المدرس بتاعي. اسمه الاستاذ حمام. حمام؟ اسمه حمام؟ ايوه سعاده البيه، حمام. اسمي حمام، سموني كده عشان كل واحد يقلس عليا شويه. وحضرتك تبقي مين بقى؟ حضرتها يا سيدي ليلى. ليلى بنت مراد باشا اللي ساكن جنبكم هناك في اخر الشارع. كده تشرفنا. اهلا وسهلا. اتفضلوا استريحوا. وايه اللي اولاني الشرف الزياره اللطيفه دي؟ والله يا استاذ احنا في الحقيقه في الحقيقه يعني احنا في الحقيقه يعني احنا في الحقيقه احنا يعني كنا كنتوا ايه؟ كنا بنمشي رجلينا علشان نشم شويه هواء. تشموا شوية هوا الساعة 2 بعد نص الليل؟ أيوة، عشان هوا النهار فالسو مش قد كده. طيب وبعدين؟ وبعدين ما تعرفش إيه اللي طلع في عقلنا؟ طلع في عربيتنا مش طلع في عقلنا. طلع في عربيتكم؟ حاجة كده قالت لنا خبطوا على الأستاذ. قمنا خبطنا على الأستاذ. لكن برضو أنا مش فاهم حاجة أبداً. أنت عايز الحقيقة يا أستاذ؟ احنا جينا هنا عشان نستخبى عندك. نعم ليه؟ لاننا قتلنا قتيل. يا للهول، قتلتم قتيل؟
ايوه ذبحنا واحد يا حفيظ. ذبحت واحد؟ ايوه ذبحنا واحد. ايه مستكتر علينا نذبح واحد؟ طب سعادتك ذبح ملايين. ظريف قوي شغلول افندي ده. ومع ذلك اللي قدامك دي تذبح بلد بزيها. باين في عينيها البراءه وباين فيهم المكر، باين فيهم السحر والدلال، وباين فيهم العفرته. يا استاذ. نعم. ازاي حضرتك؟ ارجوك اسكت انت. الساعه 2 بعد نص الليل وسط الهدوء والسكون، فجاه على غير انتظار الاقي قدامي العينين الحلوه دي، الشخصيه الغريبه دي، الروح اللي تجعل الانسان يهيم في سماء الخيال ويسبح في اللانهائيه. يا استاذ. نعم. ازاي حضرتك؟ اشكرك. وازاي حضرتك؟ نشكرك. يلا بنعمل نستأذن بقى. لا ده مستحيل، لسه بدري. سعاده البيه، الاستاذ محمد عبد الوهاب بيقول لسعادتك هو جاهز. كده انا جاي حالا. عبد الوهاب؟ الاستاذ عبد الوهاب اللي بيغني؟ ايوه هنا موجود جوه. يا خبر، لكن ده حاجه مش معقوله. ازاي مش مصدقاني؟ لا مش مصدقينك ازاي، هو ده اللي كان ناقص عشان تروح وتحلى وتبقى عال قوي قوي قوي. يلا ابني يلا يلا. لا استنوا، ده هيغني دلوقتي. هيغني كمان؟ الله، انا في عرض النبي خلصنا من جهنم الحمراء دي. عبد الوهاب ويوسف وهاب في بيت واحد، يعني نفذ من ده يطلع لنا ده يا منجم المهالك يا رب. يلا يلا يا اسمع يا حمامه فندم. يا استاذ. نعم. هو صحيح عبد الوهاب هيغني دلوقتي؟ ايوه هيغني قطعه من الروايه اللي بألفها له. وموضوعها ايه الروايه دي؟ موضوعها انه الانسان اللي بيحب حب عظيم ومن صميم القلب ما يقفش في طريق سعاده حبيبته، بل بالعكس حتى اذا كانت حبيبته بتحب شخص غيره. الله، ده موضوع هايل جدا. دي هتكون روايه عظيمه جدا. دي هتكون روايه بايظه، رواية ملهاش طعم. بتقول ايه يا حمام؟ وطبعا هتكون رواية بايظة وبيخة كمان. في حد في الدنيا يكون بيموت في حبيبته وبيتفرج عليها وهي مع غيره؟ مؤكد. وينبسط ويفرح لها كمان ويضحي بنفسه في سبيل سعادتها. لا 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 لا، ده كلام فارغ قوي. يبقى مين اللي قال في الرواية دي؟ طيب انا حدي لك مثل بسيط. قدامك المدموزيل الحلوة دي، لا سنك من سنها ولا انت من وسطها ولا يوجد اي تقارن بينكم. ايوه صحيح مفيش. لنفرض مثلا انك بتحب المدموزيل مثلا. ايوه يا استاذ. ايوه ازاي يا استاذ؟ يا ستي بقول مثلا يا خلاص نزيد. ايوه استاذ. لنفرض انك بتحبها حب عظيم ومن صميم الوجدان. ايوه يا استاذ. ايوه ازاي يا استاذ؟ ده مش ممكن يا ستي. بيقول لنفرض وخلاص شفتيه جاب المأذون. ايوه وجدان من صميم الاستاذ. ايوه استاذ من صميم الوجدان. ولنفرض مع الاسف الشديد انها ما بتحبكش، بتحب شخص اخر. طبعا وانا كنت عميت. صحيح. هل في الحالة دي انت يا محب يا مخلص علشان خاطر انانيتك وحب ذاتك تقف في سبيل سعادتها؟ لابد انك تضحي بنفسك علشانها، كما قال الشاعر: وكل مرادي ان تكون هنيئة ولو انني ضحيت نور حياتي. ولاد البلد بيقولوا اذا كان حبيبك في خير تفرح له. لازم أفرح له، لكن إذا كان حبيبك ده بتاع كباريهات بتاع اللي قبلها واللي قبل اللي قبلها لا باردون، ساعتها يجب عليك إنك تتداخل تمنعها تنقذها. ولما يكون شاب لطيف ظريف طيار مثلا،
طيار طيار. ما إذا كان طيار بقى ده يطير اللي قدامي. اسمعوا، عبد الوهاب بدأ أغنيته. يا ليلي
كثير من المؤلفين طرقوا الموضوع ده، وأنا عالجته في كثير من رواياتي. في الضحية البريئة. ميرسي يا أستاذ، متشكرة. ما الدنيا إلا مسرح كبير. أستاذ حمام، مالك؟ جرى لك إيه؟ لا، ما فيش حاجة أبدا، بس الجو كان مكتوم شوية، وغنى عبد الوهاب ده كمان يجرح القلب، وأنا مستوي خدمة. لا لا لا، أنا غلطانة،
أنا مش فاهمة، صدر مني كلمة كده غصب عني، أنا كنت بهزر معاك. أرجوك يا أستاذ، إذا كنت أسأت إليك تسامحني. أسأت إلي؟ أنت بالعكس أحسنت إلي. أنا كنت زي الولد أعمى ما حسش بنعمة النور. أنت الشعاع اللي أرسله ربنا عشان ينور ظلام قلبي. من حبك أنت حبيت الحياة، كل حاجة تسعدك أصبحت تسعدني. وإذا كنت بلوم نفسي على شيء، وأرجوكي تسامحي وكوني تبعت في أمل ما كانش يصحي زي إنه يفكر فيه أبدا أبدا. أستاذ حمام، أنا طيران الدنيا يا طيارة بتاعت الطيارين. هو راح فين الجن المصور ده اللي طلع لنا من تحت الأرض؟ لازم روح. روح ده زي ما حمار. أنا لو كنت محله ما كنتش أتنقل من هنا المغفل ده. أنا هنا والحمد لله اللي ما اتنقلتش من هنا. أعذرني يا أستاذ حمام، أنا بلوم نفسي على كل اللي صدر مني. أنا ما كنتش فاكر إن الشكل ده. وأنا وحياة عناية يا أستاذ حمام، ما كنتش أعرف إن شعورك ناحيتي حيوصل لكده، ولا كانش يخطر ببالي إني أستحق منك العطف الكبير النبيلة. أستاذ حمام، أنا عاوزك تفهم كويس إن يستحيل أبني سعادتي أنا على تعاستك أنت. يستحيل، يستحيل. وأنا أأكد لك إن مركزي اتغير خالص دلوقتي، ومش ممكن أفكر في الجواز إلا إذا سمحت لي أنت. وأنا كمان يا أستاذ مش ممكن أفكر في الجواز إلا إذا سمحت لي أنت. طيب، إحنا مش في كده الوقت. احنا في الباشا اللي لازم نلحقه قبل ما يصحى من النوم وتبقى مصيبه. ربنا يتقل في نومه ويخمده لحد ما نوصل بالسلامه. اتفضلوا اطلعوا. اتفضل يا استاذ اتفضل. لا لا لا، الديريكسيون هنا. الديريكسيون ده بعدين. ضحيت هنا يا فداه. وحعيش على ذكراه.